اهلا وسهلا فيك اصدقائي في حلقة جديدة في يوم جديد في موقع المرة هاي جديد جديد، يعني مش يعني بتعرفوه انتو، لا موقع جديد جديد. اليوم يا اخواننا نتكلم عن الحضارة البيزنطية، ماشي، والكثير اللي سألونا من الحضارة البيزنطية لما دخلت مع الرومانية، يعني خليط ما بين الحضارة البيزنطية والحضارة الرومانية في مكان واحد. طبعا مش مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل الجرس واعطونا لايكات يا اخوان، بدنا نوصل الفيديو هذا ل 177 ألف لايك على قولة أحمد مساد. تمام، اليوم احنا راح ندخل مع بعض في حضارتين، اليوم مش راح ندخل في حضارة واحدة، لا حضارتين، حضارة فوق الأرض وحضارة تحت الأرض، يعني راح نشتغل على فوق الأرض وتحت الأرض. تمام، راح نشوف اليوم، طبعا احنا من يعني اغلب شغلنا في المقابر، يعني تقريبا 90% من شغلنا في المقابر، لانه هي اللي فيها التكنيز، هي اللي فيها الشغل، وهي اللي فيها الامور هاي كلها. طيب بدنا نتفرج مع بعض اليوم عن طريقة القبور أو طريقة المدافن. أول شيء بدنا نشوف الران مع بعض يا إخوان، في عنا ران بدنا نشوفه مع بعض ونشوف كيف كانوا يعملوا الرانات التكنيزية. هاي الرانات التكنيزية مش شغل على الفاضي يعني. تمام، اليوم عندي هاي ران واحد، شايفينه كيف جاي؟ اللي بشوفه بقوله معصرة، بس هو مش معصرة، هو عبارة عن ران تكنيزي تابع للمقبرة اللي موجودة في المنطقة. عندي مقبرة كبيرة موجودة في المنطقة، فهذا تابع لنفس المقبرة الموجودة. وهي الران الثاني، شايفينه كيف جاي؟ طب نحكي عن تقريبا متر ونص، هيك في متر ونص. تمام، كيف احنا بنعرف انه ران او مش ران؟ تمام، عن طريق اللي هي الحواف تبعته بتكون مكسرة تكسير. هيها شايفينها، هاي بتكون في قشرة هنا، معمول قشرة بتكون مكسرة تكسير. هيها شايفينها كيف جاية؟ هيك احنا بنعرف انه ران. تمام، الان راح نشتغل على عدة شغلات. اول شيء راح نشتغل على اشارة الروزن، واللي سألونا عن الجرون وعن الامور هاي، اليوم راح نحكي عن الجرون وعن البلاوي هاي كلها. تمام، الان عندي اشارة الروزنة، هاي اشارة روزنة مش روزنة. تمام، بس لكن تدل انه في عندي مغارة. تمام، وهاي الروزنة تبعتها تدل هيك، لكن هي مش روزنة، هي نفسها مش روزنة، لكن اشارة الروزنة بتكون تابعة نفسها نفس اشارة المغارة، لكن سيالا النزول، هذا السيال النزول لا إلها، يعني زي مشربة العصافير، يعني إذا كانوا بشرب منها عصافير، لكن هي إشارة الروزنة هاي بتكون. راح نشتغل كمان على هاي إشارة ثانية، إشارة المغارة. إذا صار في عندنا إشارة مغارة، إشارة روزنة، هاي اثنين. تمام، على نفس الصخرة يا إخوان، يعني إحنا لسه مش مبعدين عن الصخرة. تمام، الآن طبيعة المنطقة، طبيعة المنطقة هي عبارة عن مقابر تحت الأرض، يعني عندي مدافن تحت الأرض تابعة لحضارة، ممكن الحضارة تكون في المنطقة هذيك اللي شايفينها، هيك حضارة كانت هناك، وهون عندي المقابر، فإحنا اهتمامنا في المقابر. تمام، الآن عندي هون حكينا، أنا نحكي عن الجرون، نحكي عن الأمور هاي. عندي سيال تجميع المياه اللي جينا حكينا عنه في القناة قبل هالمرة. تمام، بيجي عريض وبيجي بالشكل هذا، هذا تجميع مياه، سيال ثاني تجميع مياه، سيال ثالث تجميع مياه. إذا في عندي بير هون، بير أكيد مليون بالمية. تمام، نزول البير من هون، ماشي. الآن طبيعة الأرض، لما قلنا إحنا دخول البيزنطي مع الروماني، طبيعة الأرض ماشي هي بتحدد، طبيعة الأرض كلها فراغات، يعني من فراغ لفراغ بدخلنا. تمام، الآن راح نشتغل على الأسياخ، راح أشتغل بس على التكنيز. خذ هذا والله. طبعا احنا حكينا بالتطعيم اللي سويناه اخر شيء، اللي هو زيادة الاشارة، هذا هو. تمام، راح نشتغل عليه ونشوف ايش الوضع. طبعا الميزة اللي اعطاني اياها السيخ الان، اللي اعطاني ميزة حلوة كثير، انه صار يعطيني يجاوب اسرع على المعدن. يعني اول احنا كنا شغالين يعني على، طب انتوا شوفوا هون راح يطلع لنا اشارات جديدة كمان، شايفين تشكيل المغارة كيف يا اخوان؟ هاي تشكيل المغارة، إذا في عندي نزولا مع السيال مع إشارة اللجف الصحيحة مليون بالمية هون، شايفينها؟ تمام؟
عندي هاي كمان اذا بدنا نحط فيها مي هاي راح تنزل المي راح تروح على اشاره اللجف هاي شايفينها كيف. اذا نزولا من هون عندي شفت النزول من وين؟ نزولا من هون ودخولا على المغاره جوا تمام. الان راح افحصها قلنا احنا صار السيخ يعطينا بشكل اسرع. طبعا التليفون فوق السيخ مش تحت يعني التليفون اذا بدنا نيجي نفحص لازم يكون فوق السيخ ما يكون تحت السيخ عشان الهالات ما تتخربط تمام. الان راح اقول بسم الله الرحمن الرحيم فحص سريع راح افحصها تمام. لسه في عندي غير هذا راح اورجيكم شغله ثانيه هسه وتشوفوا كيف وضعها وكيف جاي حلو بالجنه. نقول بسم الله الرحمن الرحيم هاي حركة السيخ زي ما احنا شايفينها. طبعا حركة السيخ صارت حساسة اكثر مع الملف اللي احنا حطيناه. رجعني لهون رجعني برضو بسم الله الرحمن الرحيم سريع سريع. احنا من الفحص بدناش نطول كثير في الفحص. طبعا هيك انتوا عرفتوا وين صار الاتجاه. رجعني لورا صار في اتجاه بناخذ شوية مترين هيك او متر تمام. صار هون يا ساتر بس الله يعطيك العافية. فهمتوا هسه احنا كلياتنا فهمنا في القناه فهمنا ايش اللي صار عندنا. اذا في عندنا وجود معدن صحيح مليون بالميه تمام. نشيك على الفراغ اللي موجود هذا برضو مع نفس التطعيم اللي اشتغلنا عليه. الان بدنا نشتغل بس فراغ. من وين بدي اشتغل فراغ يا اخوان؟ من النقطه اللي اعطانا اياها يعني من هون تمام. لانه داخل الفراغ هذا راح اروح بالاتجاه هذا اول بأي اتجاه بدكم اياه يعني بغض النظر تمام. طلع وين اعطاني النهايه جنب البير يعني تقدر تخشوا من البير يعني من البير هذا تقدروا تنزلوا كمان. اعطاني النهايه هون باخذ من النهايه للبدايه عشان احددها بالضبط ايش هي. شفتوا وين سكرت جنبه جنب الهدف مش بعيد عن الهدف تمام. البوابة عرفناها وين هي هاي البوابة عرفناها وين هي وعرفنا انه في مدخل ثاني من هناك من عند البير لكن هذا المدخل الرئيسي هون الشغل الرئيسي نزول وروحها هيك. طبعا راح اورجيكم هسه شو يعني هذا اللجف تمام. حلو الاشارة شايفينها كيف اشارة المغارة معها اللجف تبعها. اذا في عندي معبد مش معبد عندي مقبرة تحت كبيرة ماشي تحتوي على اكثر من قبر تكنيزها موجود وكل امورها موجوده. طيب خلينا نشوف مع بعض شو اللي بصير معنا. طيب هون شوفي عندي يا اخوان طيب شايفينها كيف. طبعا هذا مشران هذا مشران تمام. هاي بتدل على انه في بير بيرين ثلاث عندي ثلاث أبيار. هذا البير الأول هذا البير الثاني هذا البير الثالث. نميز هو نميز الإشارة هاي بوجود طبعا الثلاث أبيار هذولا داخلهم قبور. ثلاث أبيار داخلهم قبور ليش؟ أعطاني تحليل الإشارة هو نفسه أعطاني تحليل الإشارة بالشكل الصحيح. أعطاني بير أول بير ثاني بير ثالث ثلاث أبيار تمام. أعطاني المساحة تبعته ماشي ما فيش اتجاه فيش توجيه تمام. اعطاني المساحه تبعته انها كبيره ثلاث ابيار داخلها قبور. كيف عرفنا انه داخلها قبور؟ هي واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه تمام. هي هون سته سبعه ست سبعه ثمانيه تسعه عشره والله العليم انه يكون فيهم تكنيز كمان تمام. الله العليم انه يكون فيهم تكنيز. وهي كمان واحد هون كله على هاي الاشاره. الان سيال المي اعطانا من هون عشان يحكي لنا انه هنا في ابيار في عندك ثلاث ابيار. الان توجيه الابيار بدها تنظيف المنطقه عشان نعرف توجيه الابيار. توجيه الابيار راح يكون بالاتجاه هذا فحصناه احنا قبل شويه وبين معانا اول بير تمام.
بين معانا بيض. اذا كله توجيه هون. اشاره ثانيه اخذناها من المنطقه هاي ودتنا على نفس البير. اذا البير عندنا مهم جدا. اشاره روزنا، اذا في فراغ عندي كمان تحت. شوف انسوا انه موجود فيه ثلاث ابيار، انا عندي فراغ تحت اخذته من الاشاره هاي، يعني هاي الاشاره اعطتني انه في فراغ تحت. طيب بدي افحص على الفراغ يا اخوان، بدي اخذ الاشاره واخليها في ظهري واروح بالاتجاه هذا. طبعا فراغ بودي على فراغ، احنا في منطقه كلها فراغات. تمام، طلع وين اعطاني يا اخوان؟ اذا في عندي تذكره، في عندي بوابه. طيب هاي التذكره شايفينها، حدها الصخره هاي بوابه. اذا ما بديش اشيل الصخره هاي بدخل من اي مكان من هون، هي في عندي اشاره لجف هون، بدخل من اي مكان من هون باتجاه الفراغ اللي موجود. لكن هذا الفراغ ما في تكنيز، انا فحصته، انا ما في تكنيز هون في الفراغ. طيب اخذنا الشكل، الشكل الخارجي تبع هاي، عرفنا انه ثلاث ابيار مع وجود الرمزيه اللي اعطانا اياها، وجود السيال هذا حكينا انه هذول ثلاث ابيار. تمام، حكينا انه هذول ثلاث ابيار مش ثلاث مغر، ثلاث ابيار مع وجود الرمزيه اللي هي من رمزيه تجميع المي. هاي كلها بتعبى مي في الشتاء، بتلاقوها مليانه مي، ممكن تستعملوها مشربيه للحصونه لكذا الى اخره، ماشي. لكن اعطانا ثلاث ابيار، اعطانا اشاره المغاره انه في تحت مغاره. تمام، طبعا انا وقفت التعليقات يا اخوان لانه في ناس تافهه، ماشي. احنا نبين معانا التعليقات بتبينش عندكم انتم، بتبين عندنا احنا، في ناس تافهه، فطفيت كل التعليقات كامله عن كل الفيديوهات. تمام، طيب خلينا نتفرج على شغله هسه، شغله حلوه. طبعا هاي كمان مغاره، نحكي بالارض تحت الارض من المسافه اللي مشيناها هاي بس من عند الشنطه من هناك لهون في على الاقل ثلاث مغر. تمام، راح نشوف القبر اللي بسموه القبر السطحي. تمام، هذا القبر السطحي، شوفوا كيف. طبعا هذا في كان تكنيز ورايح طالع، يعني طبعا في المنطقة هاي التكنيز جوا. دقيقة، بسم الله، شايفين وين التكنيز كان؟ جوا هاي رايح التكنيز. طبعا واغلب المنطقة قبورها مثل هاي. يلا، كيف عرفوا انه هون في قبر اللي فتحها؟ عن وجود الجرن، بين ان شاء الله جرن التثبيت، هذا موجود جرن تثبيت، ماشي. وجود البصمات اللي حكينا عنها اكثر من 10,000 مره، وجود البصمات، وجود البصمه الرئيسيه هون معاها نزول سيال، شايفينها هاي الرئيسيه معاها نزول سيال. هاي كانت مسكره تسكير بقشره خارجيه. تمام، صار في عندنا القبر تحتها، حلو القبر هذا، كثير حلو، الله يرزق اللي اخذها. طيب في طبعا بالمنطقة أكثر من قبر نفس العملية، بس راح نشوف واحد ثاني بجوز هون. هاي هون كمان قبر، لا هون لا. تمام، إشارة لجف خارجية هاي بتودي هيك. إذا البوابة عندي بالمنطقة هذيك، وهون في فراغ. الفراغ كيف بنعرفه؟ إشارة تشكيل المغارة الموجودة، مغارة كبيرة عندي هون، إشارة تشكيل المغارة موجودة تحت. تمام، وين القبر الثاني اللي زي هذا؟ هسه بنشوف القبر الثاني يا اخوان عشان تشوفوا هالمنطقة ما احلاها. طيب قبور صخرية. طبعا اليوم هذا الفيديو اخذ كثير اشارات، يعني اشارات ورا بعض. طبعا هذا قبر صخري، شايفينه؟ هسه ببعثوا لك بقول لك هذا ران، ببعثوا لك ايش، يا ناس ببعثوا لك بقول لك لا هذا معصرة. كل واحد بصير يتفلسف من جهة عشان بالآخر طلعوني أنا بفهمش. تمام، هاي المشكلة، كل واحد بصير يتفلسف من جهة، وإيش بقول لك اتفرج على قناة مش عارف مين وبعت لي الرابط كمان، ماشي. شايفين القبر الصخري كيف جاي؟ هاي شايفينه، جرن الرئيسي مع نزول، هيو مع نزول المي تنزل معنا هون برضو. هذا القبر الصخري، شايفينه كيف محلاه. هذا الشغل هيك دخل، هيك دخل البيزنطي، ماشي، اواخر، خلينا نحكي او بدايات البيزنطي مع الحضاره الرومانيه، يعني حضارتين كانوا مع بعض، يعني بحالتين مع بعض. يعني هاي هون دخل بيزنطي مع روماني، اشارات رومانيه موجوده وشغل، شغل بيزنطي، هذا الشغل البيزنطي يا اخوان. تمام، اشارات رومانيه كمان موجوده، يعني اثنين كانوا في نفس المنطقه واشتغلوا على نفس الشغل هذا،
اللي موجود. تمام، هاي بدناش نشوفها، خلاص شفناها. شفتوا كيف الوضع؟ الإشارات اللي موجودة على الصخور، بغض النظر عندي إشارات كثير كثير كثير، يعني وين ما بدير وجهي بلاقي إشارات. طبعا هذا الموقع يا إخوان مش للبحش يعني. تمام، هات خلنا نشوف هون الإشارة هاي. هلا شايفينها؟ هاي كانت قشرة، لا زي ران او اشي زي هيك، هاي ممكن تكون قشرة او اشي زي هيك. تمام، شايفين اشارة اللجف كبيرة بس رايحة بالاتجاه هذا، لو بدي افحصها على سيخ الفراغ بدي اروح بالاتجاه هذا بجوز يطلع لنا حي. بلاش اجعل لحدا فحصها. تمام، هاي الاشارة الحلوة. شوفي كمان اشاراتها، تشكيل المغارة زي ما حكيت لك. هاي من نفس الجلاء هذا، مش هذا اللجف، هذاك اللجف تحت، شغل تحت. تمام يا اخوان، وهاي كانت الحلقة اليوم على دخول الحضارة البيزنطية مع الرومانية، زي ما احنا شفنا كيف القبور تبعتهم البيزنطيين دغرية كانت. خلاص ما اسمعوا، ما في داعي للشغل الكثير، خلاص حفروا هاي وحطوا الميت فيها، حطوا تكنيزه وسكروها ونهبوها. بعدها بجوز رجعوا لها بعد اسبوعين زمن، نهبوها نفسهم اللي دفنوه لطشوه. تمام، هاي رجعنا حكينا عنها، هي الثلاث ابيار الموجوده داخلهم قبور. تمام، داخلهم قبور معهم اشاره الروزنة، اشاره لجف، كلها اشاره لجف. تعرف كم فراغ؟ مشكلة الفراغات هون، هاي مشكلة الفراغات يا اخوان بتغلبكم بالسيخ، يعني السيخ بتكونوا احنا انتم ماشيين سكر معكم اول فراغ، لو مشيتوا لو قدام شوي بيعطوكم كمان تاكيسة. إذا في عندكم قواطع داخل الأرض من مغارة لمغارة، من شغل لشغل. وهي مشكلة كبيرة مش صغيرة. يعني إذا بتخش من مكان، إذا بتخش من المكان هذا مثلا بتطلع من فوق. ماشي؟ من مغارة لمغارة. شكرا لكم للمتابعة، وإن شاء الله بحلقة جديدة وتصوير جديد ان شاء الله، وبتشوفوا شو الوضع كمان. ما فيش حفر، ما بنحفر احنا. وشكرا لكم. طبعا هاي القشرة تبعت ران، هاي شايفينها، هاي قشرة ران كانت. تمام، احتمال تكون غطاي لإشي، الله اعلم. شكرا لكم للمتابعة، لا تنسونا من مشترك في القناة، اشترك في القناة، فعل الجرس، لا تنسونا من اللايكات يا اخوان، وتنسوش انه السيخ هذا صار 1000000% يا اخوان. شكرا لكم للمتابعة.